مشاهدينا السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة مواهب ديزاد لتأتيكم كل اسبوع عبر قناة الهدف تي في. انا مع لاعب متألق لشباب بلوزداد كريم عليبي اللي استقبلنا مع صباح ربي، جينا ديرونجينا شوية نشوفه في المنتخب الوطني على غرار لاعبين اخرين شبان اللي راهم يعملوا في جد وايضا في سرية تامة. نتمنى لكم كل التوفيق كل الدعم. مشاهدينا بقوا دائما اوفياء لقناة الهدف. كريم مرحبا بك، لاباس؟ خير اون فورم. اذا هذا هو الموهبه تاعنا مشاهدينا. هنا هو اخا شو عبك تفقد المنشات، شكون عبك شكون كان يشتكي به؟ رئيس الشركه الرياضيه تاع العلمه يا اخي النادي الهابي هما اللي عندهم. واسمه؟ لا ما يهمش. في حديث هامشي في حديث في تظلم. نبداو مهدي يا. هيا روح. دير نوار بك واعطي لي مهدي. يقول عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره تلقينا صبيحة يوم الأربعاء 11 من جونفي نبأ حزينا على قلوبنا ثقيلا على ألسنتنا، وهو خبر وفاة الأخ الصديق والزميل حمزة بركاوي تغمده الله برحمته الواسعة بعد صراع طويل من مخلفات مرض الملاريا الذي أصابه أثناء تغطيته لكأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون. حمزة بركاوي هو صديق وأخ قبل أن يكون زميلا في المهنة. اشتغل صحفيا في جريدة الهداف، ثم كان من الأعمدة التي أسست قناة الهداف بعد ذلك، وكان نعم الزميل وأبرز الصحفيين فيها بفضل عطائه المتواصل، اجتهاده الكبير وثبات مستواه دائما. هذا العزيز يغادرنا اليوم في ريعان شبابه وهو في 36 من عمره، مخلفا وتاركا عائلة محزونة وبنتين اشتاقتا كثيرا لمعانقته قبل رحيله، وأصدقاء مفجوعون وجمهورا محبا وعاشقا دائما له. إذن حمزة سيغادرنا إلى الأبد، صاحب الخصال الحميدة والمعدن النفيس سيغادرنا دون رجعة، صاحب الابتسامة الدائمة والوجه البشوش لن يكون بيننا بعد اليوم، ولن تجمعنا معه مجالسنا الطيبة مجددا، لكن قلبه الطيب لن يغادرنا أبدا، وصورته المرحة والحيوية لن تمحى من ذاكرتنا ما حيينا، وسيبقى أثره الطيب بيننا أبدا. فحمزة بركاوي بنا ونحن منه، وسيبقى دائما في قلوبنا. رحمة الله عليك أيها العزيز الطاهر، رحمة الله عليك يا صاحب القلب الطيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. المزيد في تقرير جمال حنك. البركاوي كما كان يكتب بإضافة الألف واللام للقبه رحل عنا للأبد دون وداع. تخونك الكلمات ولا يتسارع قلمك قدما في لحظات مماثلة. حمزة كان يساعد الجميع، يجالسهم ولا يبخلهم ولو بالكلمة الطيبة، طيب لا تتجر بالعمل معه خلال الساعات الطوال وأيام ذروة الضغط في مهنة وسمت بالمتاعب تأكيدا، لكن حمزة كان يذللها بوجه ضحاك وثغر باسم. ما كان يعاب مجازا على حمزة أنه كان طيبا إلى أقصى ما يمكن تصوره، لا يحمل غلا لأحد حتى ولو أخطأ في حقه. نكته لا تنتهي بخفة روح وأبيض جنان. أصر على زيارة أنقى البقاع على وجه المعمورة وملء رئتيه من عبق هوائها النقي. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك الحمد. رغم إجهاده جراء السقم الذي أنهكه
وهو الذي أنهى السعي بين الصفا والمروة على كرسي متحرك تدفعه والدته. أي رضا هذا وأي قبول هذا الذي وضعه الله لك في الأرض؟ دعا لك وزارك في مرقدك بالمشفى القاصي والداني حتى من لا يعرفك. وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. رحمك الله يا حمزة وأسكنك جنات العلا. اللهم إن هذا عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، فاغفر له فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن لله وإنا إليه راجعون.